تحل الدنا تتبسم الأوقات وتطيب مع نور القرآن حياة هو جنة يكسو القلوب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحباب الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج ما تيسر، هذا البرنامج الطيب المبارك الذي من خلاله نستضيف مجموعة من الشباب يجلسون معنا هنا، ننتقي سورة من القرآن، نتعلم الأحكام التجويدية، نعرف معاني الآيات، نعرف أسباب نزول هذه الآيات، نعرف إيش الأحكام الشرعية في مثل هذه الآيات أو فضائل هذه السور والآيات، فكونوا معنا في هذا البرنامج. يكسو القلوب سعادة فيه لكل سالكين عظات. حياكم الله أحبابي الكرام، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. ما زلنا نتكلم معكم في معاني وتفسير بعض السور، وبدأنا في آخر القرآن فأخذنا سورة الناس وسورة الفلق وسورة الإخلاص، ووالله إنها من أعظمها السور، هذه السور الثلاثة. اليوم ندخل معاكم في سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، وهذه السورة يعني لها سبب نزول، وسبحان الله هذه السورة ترى من الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. خلونا نأخذ إيش سبب نزول هذه السورة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي بداية النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى قبلها بالصادق الأمين، وما زال الصادق الأمين إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، لكن أقصد أنه في نظر أهل مكة أهل قريش كانوا يسمونه الصادق الأمين، وذاك كانوا يقولون هذا الصادق الأمين، جاءنا الصادق الأمين. جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، يجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام لكي يعطيهم رسالة مهمة. فاجتمع فجاءه بعض القوم، ومن لم يستطع أن يأتيه أرسل الخادم، فكان يقول اذهب انظر إلى محمد ماذا يريد. ما كانوا يعتقدون أنه رسول، ما كانوا يعرفون أنه نبي عليه الصلاة والسلام. لما اجتمع حوله القوم قال لهم، وهذا من شطارة الداعية، كيف ذكاء الداعية، كيف يقرر الناس بصدقه ثم يقول لهم شيء، قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش أكنتم مكذبي؟ قالوا لا، ما عهدنا عليك كذب يا محمد، يعني لو تقول لنا هناك جيش نصدقك. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وفي رواية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأصبح الناس مستغرب وبعضهم يضرب يده، لكن كان من بين الحضور أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب. قال تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فمن وقتها نزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم تبين حال أبو لهب وتبين حال زوجته أمه جميل شقيقة أو أخت أبو سفيان. فقال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال الله عز وجل حاكيا عن هذا المجرم اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، قال تبت يدا أبي لهب وتب، فهذا دعاء عليه وإخبار بحاله يوم القيامة. وقد يقول قائل لماذا نزلت مثل هذه السورة أن أبو لهب أن أبا لهب في النار وربما يسلم؟ نقول لأن الذي خلق أبو لهب وأمثاله هو الله، والله أعلم هل أبو لهب يسلم أو لا يسلم، فالله سبحانه وتعالى علم بعلمه أن هذا وأمثاله لن يدخل الإسلام في قلبهم. فقال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه كان يقول أرأيتم كل أموالي
سوف أنفقها في صد محمد وأعوانه ودينه على قريش. قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني يوم القيامة مآله ومصيره أنه سوف يكون في نار شديدة الحرارة وشديدة اللهب. ثم قال الله عز وجل: وامرأته، يعني أم جميل، قال: وامرأته حمالة الحطب، لأنها كانت تحمل الحطب الذي فيه شوك، وكانت تتعمد أن تأتي إلى الأماكن والطرقات الذي يأتي إليها النبي عليه الصلاة والسلام فترميه لكي تصاب أقدام النبي عليه الصلاة والسلام بالشوك. قال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي أنها سوف تطوق بحبل يوم القيامة من النار تحترق به في نار جهنم. يكسو القلوب سعادة فيه لكل سالكين عظات. حياكم الله أخواني وأخواتي، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير مع ثلة طيبة من الشباب لقراءة القرآن. انتبهوا يا أخواني وأخواتي إلى مسألة مهمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به أقوام، ولما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يهتم بكتاب الله، والصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يهتمون بكتاب الله عز وجل، هنا يأتيك الشعور أن الاهتمام بكتاب الله ليس فقط الحفظ أو التحفيظ، وإن كان هذا من أعظم الأمور لا خلاف على ذلك، لكن كل من اهتم بكتاب الله، أنت وأنت خلف الشاشة، انتبهوا إلى هذه النقاط المهمة. تحفيظ القرآن وحفظ القرآن وطباعة المصاحف وكفالة الحلقات وكفالة المحفظين أو الطلبة وبناء دور أو تصوير برامج مثل هذه ونشرها أو نشر في برامج التواصل بعض الصور أو بعض القراء أو تصوير بعض الآيات أو الصور ونشرها عند الناس، أنا أريد أن أصل أن كل من يهتم بالقرآن بأي زاوية بأي ناحية من نواحي القرآن هو ينال الخيرية والرفعة والأجر العظيم من الله عز وجل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك أناس كثير، هناك كثير من الناس ما يسر الله سبحانه وتعالى لهم حفظ القرآن، فيقول: أنا يعني إيش بخدم القرآن، يعني كيف أخدم القرآن أنا؟ لا، نقول تقدر ما دام أنك تريد فالله يعطيك. ما حفظت القرآن تقدر تكفل طالب في الكويت ولا خارج الكويت، تقدر تكفل محفظ، تقدر تكفل حلقة كاملة، تقدر تطبع مصاحف، تقدر تبني دار، تقدر تستطيع أنك تنشئ لك موقع لنشر القرآن، تقدر تأخذ لك قراء معينين ويقرؤون قراءات لسور معينة وتنشرها، تقدر تذكر الناس يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، تذكر الناس قبل النوم بأن يقرأوا المعوذات والإخلاص. إذن أنت تقدر، حتى لو ما حفظت القرآن تقدر، فقط أعزم. الله عز وجل يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، وتجد أن الأمر جدا سهل ويسير. اليوم نقرأ معكم سورة الحشر، وهي سورة عظيمة وذكرت فيها أحكام لبعض الأمور، تمر معنا إن شاء الله. مع المشارك الأول، تعرفنا باسمك؟ مصعب فرحان. مصعب فرحان، حياك الله يا شيخ مصعب. كم عمرك يا شيخ مصعب؟ 12 سنة. وكم تحفظ من القرآن؟ 8 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله. طيب، وهل تريد أن تحفظ القرآن؟ إن شاء الله. تصير إمام؟ الله أعلم. إن شاء الله، قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الواحد أمور المستقبل دائما يعلقها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت قيل لك تريد أن تحفظ القرآن، قل إن شاء الله. تريد أن تصبح إمام، إن شاء الله، لأن الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. والله إذا أراد شيء قال له كن فيكون. طيب، استعذ بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع صوتك عشان صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أحسنت ما شاء الله تبارك الله. هذه السورة إخواني نزلت في يهود بني النضير لما خانوا العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله سبحانه وتعالى بإجلائهم. يقول الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب لأنهم هم الذين خانوا المواثيق والعهود التي عقدها معهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة أن الله أمر بقتلهم وإجلائهم من أهل المدينة فكان هذا من الفتوحات الربانية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ننتقل للمشاركة الثانية. تعرفنا باسمك؟ عمر إسماعيل. حياك الله يا عمر. كم عمرك يا عمر؟ 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. طيب اقرأ من قوله تعالى ما قطعتم من لينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك يا عمر. قراءة جميلة. كم تحفظ من القرآن يا عمر؟ صوت يوسف إلى سورة يوسف. ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك. هنا الله عز وجل أثنى على المهاجرين وأثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تعرفون أنتم
أن المهاجرين خرجوا من مكة إلى المدينة، وأن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا أغنياء فتركوا أموالهم وذهبوا إلى الله ورسوله، منهم صهيب، صهيب الرومي لما جاء إلى لكي يهاجر منعوه أهل الكفر والمشركين أهل مكة، فقالوا يا صهيب جئتنا فقير ثم أنك أصبحت غني والآن تريد أن تتركنا وتأخذ الأموال، والله لا نترك. قال رأيتم لو أني تركت لكم المال أكنتم تاركي؟ قالوا نعم. قال اذهبوا فإن مالي في المكان الفلاني. فجاء إلى المدينة وقد ترك أمواله كما يعني ذكر ذلك أصحاب السير. والذين تبوأوا الدار من بعدهم وهم الأنصار، يقول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولذلك تجدهم كانوا يقدمون بعض الأمور التي تكون للصحابة على أنفسهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر حتى الصحابة والسير، يعني مثل عبد الرحمن بن عوف، يعني قال له سعد بن عبادة يا ابن أخي هذه زوجاتي اختر منهن ما شئت وطلقها وتأخذها وهذه تجارته، فقال جزاك الله خير ابن أخي لكن دلني على السوق كما ذكر ذلك. فاصل ثم نرجع لكم بإذن الله تبارك وتعالى. يكسو القلوب سعادة فيه لكل السالكين عظام. حياكم الله أحباب الكرام، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وكنا قد قرأنا الوجه الأول والثاني من سورة الحشر. الآن نكمل معاكم الوجه اللي بعدها مع المشاركة الثالث. تعرفنا باسمك؟ عبد الله عبد الرحمن. حياك الله يا شيخ عبد الله، كم عمرك يا شيخ عبد الله؟ 13 سنة. ما شاء الله تبارك الله. طيب استعذ بالله واقرأ والذين جاءوا من بعدهم. وبالمناسبة أسأل الله أن يجعلني أنا وأنت ومن يسمع من هذا الصنف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، الله يفتح عليك، وصلى الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن. الآن بعد ما قرأ معنا الشيخ ذكر الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب.
دائما الله سبحانه وتعالى إذا ذكرها الكتاب فهم لا شك أنه يقصد اليهود والنصارى. المنافقون وقع بينهم وبين أهل الكتاب اتفاقات سرية خطيرة لكي يكيدوا بأهل الإسلام والمسلمين ولكي يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى، ففضحهم الله عز وجل وكشف أمرهم، ولذلك أجلاهم الله سبحانه وتعالى. قال: ألم تر إلى الذين كفروا، ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني لئن ذهبتم لتقاتلوا محمد وأصحابه سوف نخرج معكم ونقاتل محمد وأصحابه وننصركم. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أنهم كاذبون، لأنه لو خرج أهل الكتاب ما خرج معهم هؤلاء، لأنه دائما أهل النفاق يحسبون كل صيحة عليهم، دائما يخافون، دائما لا يريدون أن يفتضح أمرهم. وذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه السورة بسورتين، سورة المنافقون، قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. الشيطان يأتي للإنسان فيقول له اكفر، والإنسان يا أخوان غاية ما يريد إبليس وأعوانه، غاية ما يريد من المسلم أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، لكنه لا يأتيه مباشر يقول له اكفر بالله، بل أنه يأتيه خطوة خطوة. الله وذلك يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيأتيك أولا بأنه يجعلك تترك العبادات، ثم يأتيك بأن تأتي بالصغائر تفعلها، بعدها الكبائر، بعدها يأتيك بالبدع، بعدها يأتيك بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. أي أن الكافر والشيطان كلاهما في النار خالدين فيها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن مع المشارك الرابع، تعرفنا باسمك. إبراهيم رشاد. حياك الله يا إبراهيم. كم عمرك يا إبراهيم؟ 14 سنة. ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله. طيب استعذ بالله وقرأ: يا أيها الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الله شيخ إبراهيم، قراءة جميلة جدا. كم تحفظ من القرآن؟ 15 جزء. ما شاء الله، الله يفتح عليك ويجعلك من هالقرآن. استمروا والله يا شباب، أنتم ما شاء الله عليكم، يعني قراءاتكم جميلة والأمور جدا مسهلة وميسرة لكم، والآن عطلة صيفية، يعني من أروع ما يكون الإنسان يستغلها
في مرضاة الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا تمسك بكتاب الله عز وجل نال الخير والفلاح والأمان والأمن والطمأنينة وانشراح الصدر، والحمد لله الأمور. اليوم أنتم شباب صغار، يعني ما أقصد أني أستصغركم، يعني ما شاء الله عليكم أنتم شباب، لكن أقصد صغار في مرحلة يعني الشباب. ومع هذا لا زوجة لا أولاد لا وظيفة لا أشغال تشغلكم، وأنتم الآن في سن ذهبي، مستقبل بعد سنوات إذا كبرتم وتوظفتم أو دشيتم جامعة أو صار عندكم زوجة أولاد وظيفة، ما تقدر تبحث لك عن وقت تجلس في المسجد عشان تحفظ القرآن وتراجع حفظك، ما تقدر. لذلك أنتم في سن ذهبي، خذوها نصيحة مني، استغلوا هذا السن في إتمام حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن تيسر له أمور كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل القارئ إبراهيم قرأ ويانا: يا أيها الذين آمنوا، أمر من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بأن يتقوا الله، والدين كله أساسه على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الطاعات التي تقربك الله والابتعاد عن المعاصي التي تبعدك عن الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: تنظر نفس ما قدمت لغد. أنت اليوم في الدنيا تعمل إلى الغد وهو يوم القيامة كما ذكر الله عز وجل. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فكانت النتيجة أن الله أنساهم أنفسهم، نسوا عبادات الله عز وجل وطاعة الله عز وجل فأنساهم وأشغلهم الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. وقال الله: أولئك هم أصحاب، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي ورب الكعبة، ما يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، شتان بين الفريقين. ثم قال الله عز وجل أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله، فكيف في بهذه القلوب، كيف بهذه العضلة، هذه اللحمة المضغة، هذه التي نحملها في صدورنا، كيف أننا نقرأ هذا القرآن ولا تخشع ولا تلين ولا تتأثر هذه العضلة بكلام الله سبحانه وتعالى، مع أنه لو نزل على جبل لخشع. لكنها المشكلة هنا كما قال عثمان: لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأحوالنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. شكرا يا شباب، شكرا، جزاكم الله خير على الحضور على القراءة الجميلة، أسأل الله يبارك فيكم. أنتم إخواني وأخواتي خلف الشاشة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قرأناه وما سمعناه في هذه الحلقة حجة لنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آياته روح وفي جنباته أنس هناء راحة وصلات، في هجره ضيق يبعثر روحنا حزن ضياع.